المدد يا رب. المدد منك يا رب. الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب
بلى قادرين على أن نسوي بنانا من يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينم
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. لا لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.
باسم ربك الذي خلق. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيارة شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كما دخلنا إخوة الإيمان والإسلام، طلع على أسماء حضراتكم علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية، هو فضيلة القارئ الشيخ محمد العنتين، القارئ المقيم جميل بشار من القطب الشرقية، المؤسسة الصوتية الإذاعية تحت إدارة المهندس محمد عبد المنعم السنكري وأولاده، والمقيم بنية السباع بنها الوبية.